لنا فترة كثير طويلة داقين في الموظفين، نحكي للناس كيف تتوظفوا، كيف تلاقوا وظيفة، كيف تثبتوا في هاي الوظيفة، كيف تتركوا الوظيفة اللي انتم تريدوها، بس ما دقينا في الشركات. في هذا الفيديو خلينا ندق في الشركات ونحكي لك انت كشركة شو التوب 10 تيبس لإلك لحتى تستقبل الموظف الجديد. جاسر مصطفى وجي توكس، ويلا النقطة رقم 1، اعمل طريقة ثابتة دائما ستاندرد لك، اتبعها انت وشركتك لأي موظف جديد، تكون ثابتة دائما وحاول انها تكون لطيفة كثير، بروفيشنال كثير او كاجوال كثير، المهم انك انت تستقبل هذا الموظف بطريقة مميزة. النقطة رقم 2 من الاشياء اللي كانت تبهرني في بعض الشركات اللي كنت توظفت فيها، في اليوم الأول اللي بيجي عليك فيه الموظف وبده يبلش معك، حاول إنه كل الأعمال الورقية اللي لازم يطلع عليها الموظف أو يوقع عليها الموظف أو يقرأها الموظف أو whatever، المهم إنه الموظف إله علاقة فيها، وانس دخل على الشركة تكون جاهزة مجهزة، وانس دخل تستقبلوه زي قبل شوي ما حكيت لكم الستاندرد بروسيجرز، بعدين تقعدوا معه في الميتينج روم تعطوه هاي الأشياء الورقية، بعد ما ترحبوا فيه بيقرأها يوقع لكم إياها جهز لكم إياها، المهم تكون جاهزة من أول يوم. والنقطة رقم 3 من النقاط اللي كثير بشوفها مهمة وبروفيشنال وبنت على مناس، حاول انك انت تخبر الموظف وتشرح له وتوضح له مهامه والتزاماته وتوقعات الشركة منه ومهام العمل المنوطة فيه في اول يوم له في العمل او كحد اقصى خلال اول اسبوع له في العمل. النقطة رقم 4، حاول ان كل الادوات والاغراض والاجهزة والديسك والروتس اللي بده يمشي فيها الموظف والزي الرسمي تبع الشركة اذا في اصلا يكونوا جاهزين له في اول يوم عمل. والنقطة رقم 5 من النقاط اللي مش مانداتوري مش الزامية لكنها كثير حلوة، جهز الشركة لاستقبال الموظف الجديد وخبر الموظفين كلهم، او اذا الشركة عددها كثير كبير خبر الموظفين اللي في من نفس السكشن او من نفس الديبارتمنت يكونوا جاهزين لاستقبال زميلهم الجديد. احنا أسرة بعضينا. والنقطة رقم 6 مش إلزامية لكنها تبين انه انتو شركة كثير لطيفة وكثير تحبوا بعض، مع انه بعرف انه ولا حدا فيكم طايق الثاني، بس بعينكم الله حلو كثير في اول يوم بدخل على الموظف فيكم ترحبوا فيه تحتفلوا فيه، وممكن انه حدا منكم او الشركة اصلا نفسها تعزمه على الغداء بس في اول يوم، يعني خدوا مع على البريك معكم او على الكافتيريا اذا عندكم كافتيريا حدا يعزمه، او الشركة اتسلف يكون في هاي الاكتيفيتي موجودة، نحن نعزم الموظف تبعنا على الغداء من طعميه ونستعينه، بمزح من طعميه وبنحبه كلنا مع بعض. النقطة رقم 7، اشرح له ووضح له كثير منيح مهام الشركة والمشن تبعها والفيجن تبعها اول يوم عمل لإله، هاي ضروري يكون عارفها كثير الموظف الجديد لحتى يوجه كل طاقاته وانتاجيته وعمله ومهامه بالاتجاه اللي الشركة بدها اياه، اللي هو الفيجن والمشن والمهام تبعون الشركة. والنقطة رقم 8، وضح له واشرح له وفهمه كثير منيح الأدوات والأجهزة والتكنولوجي اللي بتشتغل عليها الشركة، وممكن إذا في سيستم في الشركة أصلاً تتعاملوا فيه مع الموظفين تبعونكم تفهموه اياه بشكل كثير واضح وكثير منيح، علشان من داي 1 ما يضيع وقت في أي شيء مش valuable ما له قيمة. والنقطة رقم 9 من النقاط اللي كثير مهمة، ضلك شيك عليه وتابعه وشوف شغله وشيك على شغله وفهمه الصح من الغلط وإيش اللي ألاين مع توجهات الشركة وإيش اللي مش عم بمشي مع توجهات الشركة، وتفقده من فترة لفترة، ويا حبذا لو هذا الشيء صار بشكل منتظم، مثلا كل يوم خميس أو كل يوم سبت أو كل أسبوع مرة أو مرتين، خاصة في أول 3 أشهر لهذا الموظف معك في الشركة. النقطة رقم 10 من النقاط اللي ثيوريتيكال بس إلها براكتيكال ريتيرن أوف إنفستمنت بشكل كثير قوي، ادعمه ضلك ادعم الموظف تبعك وعلمه واستثمر فيه لحتى يقدر بوقت قياسي يوصل للإنتاجية اللي أنت والشركة متوقعينها منه، يصير ماشي on track ويدخل في المود تبع الإنتاجية تبع الشركة وموظفينها لحتى أنت تستفيد والموظفين كلهم يستفيدوا والموظف الجديد نفسه كمان يستفيد.
اعمل هدول العشر نقاط، كل موظفينك راح يحبونك، انت يمكن تتعب يمكن تصرف زيادة لكن راح تاخذ ناتج هائل من الشيء اللي انت ممكن تكون عم تعمله مع كل موظف جديد عندك، من هون لحتى تحصد ثمار ما زرعت.